بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عندي سؤال من يجيب عنه من البطل طيب عندي عدة أسئلة have another question أنت الأول أم علي؟ أنا سأبدأ الآية أنت تكمل. طيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. كمل. خبير. طيب من يجيب عن الثاني؟ من البطل يرفع يده؟ يعرف كتاب ربي عندك يا أحمد لا عند أحمد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم لعلكم عفوا كمل الآية أريده يعني هذا كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تفلحون لعلكم تتقون لعلكم تتقون نعم طيب من بعده أبا بلال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله عما يشركون أحسن أحسن طيب ننتقل إلى الحديث من يكمل هذا الحديث أنا سأبدأ عندك يا أخانا طيب إنما الأعمال بالنيات أحسنت أحسنت الله يبارك فيك عندك يا أخانا هذا عندك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام حج البيت نعم أحسنت طيب من بعده من ها هنا أم عبد الله طيب من أحدث في أمرنا ها يعني أنت بعده أنت بعد أنت ما شاء الله من أحدث في أمرنا هذا فهو رد طيب طيب عند أمنا ننظر واحد طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى عندك يا عم إسماعيل أمرت أن أقاتل الناس نعم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أحسن أحسن طيب وليد بشير عفوا نعم طيب هذا عندك هذا كبير يتبع الميت ثلاث يتبع الميت ثلاث من يجيب أين ماجد هني رأيته عندك يا أخانا يتبع الميت ثلاث أهله وماله وولد يرجع اثنان ويبقى واحد نعم طيب أبا مالك عندك لا يؤمن أحدكم حتى يحب يا أخي ما يحب
أحسن. بارك الله فيكم. طيب أنتم طلبة العلم. نعم. أمس قبل أمس قرأ عندنا أخونا إبراهيم جهيم، ما شاء الله، أنا فرحت أذكره بخير وهو غير موجود. أسأل الله يغفر له ولأبويه، فهو مبارك في بيت جهيم، اللهم عظم شأنه. نعم، اللهم بارك لهم في بيتهم، في أموالهم، في 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 ذريتهم. هذا طيب. أنا ما أنا مجامل، قراءة طيبة. ما المجاملة ما ينفع. ما أنا مجاملة ما ينفع. It's not just flattery. You know what I'm saying? قراءة طيبة جزا الله في مدرسي. نعم. هذا الذي نريد من هنا من هم جامعي. I don't want somebody from New York like me. شب يعني شديد يضرب يصيح ما عنده أسلوب طيب. أنتم واحد من أبنائكم ما شاء الله طيب. نعم عم اسمعين. أصيح أضرب ماشي. الله مستعان. لا هذا خير. أنا صراحة أنا فرحت، أنا ارتاح معنويا، ارتاح. نعم انشحر صدري. طيب اليوم بارك الله فيكم نحن في حديث بارك الله فيكم عن ابن عباس رضي الله عنه. نأخذ شيئا منه ونكمله فيما بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على مدعي واليمين على من أنكر. If people were given just by the fact that they claim something, they just make a claim. If they were given just according to what they claim, what they proclaim, what they state, لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. People would have claimed that this is my money. Even Dima, they would have said, these people, he killed my father, or they did this, or they did that. Even fi al-jarha, even in things less than that. لكن على المدعي البيت. The one who's claiming something, he has to have proof. وعلى منكر يمين. The one who's denying something, he has to what? He has to swear about. إذا عرفنا هذا, if we notice, في يمكننا أن نحل المشاكل فيما يقع بيننا. When we work according to this, we can solve our own problems that happen between us. The one who's claiming something, two people have an understanding, I'm going to come, I'm going to fix your house, I'm going to fix four windows, $400. Okay. He fixed four windows, the guy gives him $75. Then, no, you said that you was going to give me $100. Then no, it was 75. Maybe some sue to fahim, maybe some misunderstanding happened. So it's very good to write it down. Write down your contracts. Write it down on paper. Now, or have a witness. Just have a witness. Now we're gonna do these four windows, $100. Have the witness that he's there. He was there. Or write it down, both parties sign. So if the one is claiming that, no, he said he was going to give me $100, he has to have proof. What's his proof? He has to have proof. He has to have proof. He can't start off and say, I swear by Allah you told me that. La, 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 la. And the mudda'i al-bayyin, the one who's claiming something, he can swear to yawm al-qiyamah. It doesn't matter. He has to have bayina. He has to have proof. Well, who? Ma hu sayyid al-shuhada? Sayyid al-shuhada hu al-i'tibar. If he tells the guy, you told me you're going to give me 100. He said, no, I'm going to give you 75. He says, raqib Allah. Taqillah fi nafsik. He goes, no.
That is right. And i'tiraf, if somebody admits something, that's the biggest, strongest proof. Sayyid al-Shuhada. Somebody admits something. Yeah, I did. Nah. So if the guy doesn't admit it, he has to have proof. He has to have a shahid, he has to have a witness. Or just write it down before you start. Nah. So sometimes it's written down in the text message. If you go back to the phone, you see, yeah, I said you're gonna do the report, you're gonna do it for 400, yeah, I'll do it for 100. It's in the text. That's sufficient. That's sufficient. Nah. So if you don't have any bayina, ayyuhan mudda'i, the one who's claiming, if you don't have any proof, your haq might just go. You don't have, that's your fault. Your fault. You make sure you have proof. Uh-uh. So it's on him to swear. What, I'm a liar and a kidab? I have the ahlam? La Allah. No, no, you have to swear by Allah. We're not calling you a liar. I'm not saying that you're a liar, you're not trustworthy. Everybody knows why. No, hatawa in yaqi. You have to, the one who young kid and you're denying that this occurred, you have to swear by Allah. So if he swears, Rah al Qadir. Na'am ya Ahmed. No. هاي هو يأتي به يوم القيامة. ما أنت في أحوج إليه. نعم. هذه يسمى يمين الغموس وسنأخذه غدا لأنه قد ذهب شيئا من الوقت. وسنذكره في الحديث. ما معنى يمين الغموس؟ ما معنى غموس؟ لا تقول نار. من يجري يغمس صاحبه بالإثم. من بالإثم يغمسه بالإثم. نعم. So this is what you call يمين. This is swearing by Allah كاذبا. نعم. وذكر أحاديث في هذا ولكن قد ذهب شيء من الوقت. إن شاء الله نأخذه بالقدر. ولكن, we want that to be known that when two people agree on something, just get a witness. Na'am. Or just write it down on your phone, say, do you agree to this? Na'am. And send it to him and have him reply. Or just write it down and have him sign it. Or just have a witness. Na'am. And try to make your work, make it clear, make it understandable. Na'am. وإلا هذا يقع يعني قد اختلف أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر they come into the agreement وهذا يقع ما يلزم that he's a كذاب. So when it comes time to the mediator, when the mediator, when they come to me and say he did this and he said that, so I come to check. I said the brother said that, you know, he said he's going to do a كذاب. لا تقول. Don't say. I'm just trying to figure out on both sides. Say who مخطئ, say he's مخطئ. Someone go over. Wallahi أقسم بالله هو كذاب. Calm down, يا أخي. Calm down. Has a sort of that. I mean, just some misunderstanding there. Some of them go overboard when it's time for تحل المشكلة and to fix the problem. So don't do that. إلزم السكينة. إلزم السكينة. بس الله يعيننا جميعا على طاعته إنه ولي ذلك قادر عليه وصلى الله عليه وسلم